نروح للنادي الاهلي، نروح لمراسلنا هناك كريم احمد. النهارده كان في اجتماعات مهمه جدا في النادي الاهلي، وطبعا بعديها طلع قرارات مهمه جدا هنعرفها من كريم. مساء الخير عليك. تحياتي ليك شيماء، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. عايز اعرف بقى ايه اخر الاخبار اللي طلعت النهارده بعد الاجتماعات الهامه جدا اللي حصلت في النادي الاهلي النهارده. بالفعل يمكن مجلس الاداره للنادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه ان شاء الله بيقرروا مستقبلهم بالنسبه للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي النهارده صباحا الساعه 11 صباحا. كان في اكثر من اجتماع، الاجتماع الاول كان خاص بالعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي مع مدير الافرع النادي الاهلي الجزيره، النادي الاهلي مدينه نصر، النادي الاهلي كمان الشيخ زايد. بيليها على طول مباشره كان اجتماع اللجنه المركزيه للمشروع لائحه النظام الاساسي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس اللجنه النائب العام فاروق. الحضور بشكل عام النهارده كان الباشمهندس محمد الجرحي، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الدكتور خالد توحيد، الاستاذ جمال جبر، العميد محمد مرجان، الدكتور شريف فؤاد، عدد كبير متواجد في اللجنه المركزيه. ويمكن انتهى الاجتماع من لحظات باربع قرارات كانوا صدروا عقب هذا الاجتماع. اولا الشعار الخاص باللائحه هي اعضاء النادي الاهلي يقرروا مستقبلهم. العميد محمد مرجان النهارده عقد اول ورشه عمل مع مدير الادارات والعاملين بالنادي الاهلي حول مشروع اللائحه، كمان في مناقشه كبيره جدا خلال الفتره القادمه وتلقي الاقتراحات الخاصه من اعضاء النادي الاهلي، لان يمكن الهدف في الاخر هو اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لابد يكونوا مشاركين بشكل فعلي في القرارات الخاصه بمشروع اللائحه. ايضا كمان اعضاء اللجنه المركزيه لمشروع لائحه النادي الاهلي واعضاء المجلس يلتقون برموز الاقتصاد والقانون والفن والاعلام ابتداء من الاسبوع القادم لمناقشه ايضا كمان مشروع اللائحه. رابعا اللجنه المركزيه تؤكد على تيسير عمليه التصويت على اللائحه اللي ان شاء الله هتكون يوم 28 سبتمبر. زي ما بقول لك شيماء، يمكن في تكثيف مجهود كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للخروج بالشكل الامثل للائحه النظام الاساسي اللي هي مستقبل اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، وايضا في تركيز كبير وتاكيد كبير على مشاركه الاعضاء، لابد يكون في مشاركه فعاله، في مقترحات تكون موجوده تقدم بشكل مستمر. الاقتراحات هتكون نهايتها هيكون يوم 9 سبتمبر، خلال الشهر القادم هيكون باب الاقتراحات اتقفل، وباذن الله زي ما بنقول الفتره اللي جايه اللي تكون اعضاء النادي الاهلي بتتفاعل بشكل مميز جدا. يمكن اللائحه مطروحه كتابيا ومطروحه على الموقع بالنسبه للنادي الاهلي، وفي موقع خاص كمان بالنسبه للائحه، لكن اللي بناكد عليه هنا في النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان العمل على قدم وساق لخروج بمشروع لائحه النادي الاهلي بالنور، تكون مشروع يليق باسم النادي الاهلي. ويمكن خلاص زي ما بنقول لائحه النظام او اللائحه الاسترشاديه اللي ماضيه بمجرد ان يكون في موافقه على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه تكون هذه اللائحه ان شاء الله سريعه على النادي الاهلي. وحتى هذه اللحظه كمان عقب انتهاء الاجتماع الخاص باللجنه المركزيه اجتمع مجلس الاداره بشكل كامل، كل اعضاء مجلس الاداره متواجدين النهارده في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واكيد كمان هيكون خلال ساعات في قرارات اداريه وفي كمان في قرارات هتكون خاصه باللائحه، وفي انتظار ان شاء الله القرارات، وفي حين ان هي تكون معانا اكيد هنطلع عليها كل جمهورنا وكل الساده المشاهدين. شيء شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي في الجزيره طبعا.